السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح ليه إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح. منح موجودة في اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وكان التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا، يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان لجميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاص بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده، هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نتكلم على فرصه النهارده، وهي فرصه ممتازه في دوله من الدول القويه. هي فرصه تدريب داخلي في جامعه اوكيناوا، تمام؟ دي جامعة موجودة في دولة اليابان، يبقى الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي دولة اليابان. مين هي الجهة اللي بتقدم المنحة دي؟ هي جهة بتسمى عليها الـ OIST، تمام؟ الانترنشيب، وهي موجودة أو زي كده إيه، برنامج موجود في جامعة أوكيناوا اللي هي الجهة المانحة برضه. الدول المتاحة للتقديم بقى، جميع الدول المتاحة للتقديم، أي دولة تقدر تقدم الفرصة دي ما عدا اليابان. سواء انت بقى من دولة عربية، اسيوية، افريقية، اي دولة تقدر تقدم للفرصة دي. بالاضافة كمان ركز بقى في الملحوظة دي عشان صراحة حاجة كويسة جدا، هذه الفرصة متاحة للطلاب والخريجين من جميع المراحل الدراسية. يعني لو حضرتك دلوقتي بتدرس في كلية في الليسانس او البكالوريوس، لو بتدرس ماجستير، لو بتدرس دكتوراه، لو اتخرجت وبتشتغل ومش بتدرس، متاح لك التقديم في الفرصة دي برضه، تمام؟ بالاضافه بقى الفرصه دي لا تحتاج شهاده لغه انجليزيه، يعني مطلوب منك ان حضرتك تكون بتعرف تتكلم شويه انجليش عشان برضه تقدر تتواصل مع الناس هناك، ولكن مش محتاجين منك اي شهاده بتثبت اي حاجه، يعني انت بس تكون فقط عندك شويه انجليش، تمام؟ كمان ليس هناك حد اقصى العمر، الناس اللي دايما بتسال فين الفرص اللي ما فيهاش حد اقصى العمر، دي من ضمن الفرص، مفيش حد اقصى العمر هنا، تقدر تقدم للفرصه دي بدون حد اقصى العمر. مده الفرصه دي قد ايه؟ مدة الفرصة دي بتبدأ من شهرين حتى 6 أشهر، يعني لو أنت عايز تقعد شهرين المينيموم شهرين، ممكن تقعد 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور الماكسيموم، أنت بتحدد مع الجامعة وبتختار الفترة اللي أنت عايز تقعدها هناك. وعادة الفترة دي اللي هي فترة التدريب بتبدأ من أكتوبر 2020 حتى مارس 2021، تمام؟ يبقى لسه معاك وقت، الفرصة دي هتبدأ في أكتوبر 2020، تمام؟ وانت بقى بتختار المده اللي انت عايزها من شهرين حتى 6 شهور. بالنسبه بقى للتمويل بتاع الفرصه دي، صراحه تمويل خرافي ممولة بشكل كامل في كل حاجه. اول حاجه حضرتك بتشمل تذاكر الطيران من بلدك الى اليابان، يعني انت مش هتدفع اي تذاكر طيران، كل تذاكر الطيران عليهم ذهاب وعوده، خلاص. هتشمل كمان الاقامه في سكن الجامعه والاقامه خارجا كما تريد، يعني لو انت عايز تسكن في سكن الجامعه هيوفروا لك السكن ده بالمجان، لو انت عايز تسكن بره كمان هيوفروا لك السكن ده برده زي ما انت عايز، وهيدفعوا لك المقابل بتاعه مقابل السكن اللي انت هتسكن فيه بره، يبقى هيشمل الحاجات دي. بالاضافه كمان هيشمل المساعده في الحصول على تاشيره اليابان، يعني كمان بالنسبه لفيزا اليابان والناس اللي عندها مشاكل من الحصول على الفيزا، المنحه دي هتوفر لك التأشيرة، هتساعدك في الحصول عليها وتديك الأوراق بتاعتها، وكمان هتدفع لك رسوم التأشيرة، يعني مش تدفع أي حاجة خالص بالنسبة للتأشيرة. كمان هتشمل مرتب يومي 22 دولار، في مرتب كده كل يوم زي بوكيت ماني هتاخده 22 دولار، يعني كأنك في الشهر كده هتطلع ب 660 دولار شهري، تمام؟ يبقى أنت كل يوم لك 22 دولار. كمان هتشمل التأمين الطبي لو لا قدر الله حدث مرض أو حادث وأنت موجود في اليابان، كل مصاريف العلاج هتكون على الفرصة دي. كمان هيتيح لك فرصه بقى زياره اليابان، طبعا دوله من الدول القويه جدا، وهيوفروا لك التنقلات كمان داخل مدن اليابان والتنزه بقى، وهيكون يعني فرصه تدريب وكانك كده طالع زياره او طالع فسحه اليابان، تمام؟ ايه التخصصات اللي بيشملها التدريب ده؟ التدريب ده بيشمل تخصصات كتيره جدا، فيزياء، كيمياء، علوم الاحياء، علم الاعصاب، الرياضيات، علوم الحاسب، يعني هندسه والطب زي ما موجود هنا، وكمان تخصصات ادبيه هتلاقيها موجوده، يعني معظم التخصصات هتلاقيها موجوده في الفرصه دي. ولو عايز تطلع على قائمه التخصصات كلها هتلاقي القائمه هنا، تضغط على كلمه هنا دي هيديك قائمه التخصصات كلها اللي موجوده في الفرصه دي.
هتلاقوا كل التخصصات هنا بتدور بقى. طبعا ده اسم الـ يعني زي السوبرفايزر المسؤول عن التخصص ده او على الريسيرش ده، لان هي بتبقى عباره عن ريسيرش، تمام؟ انت بتعمل تدريب او بحث في مجال معين، فبتختار بقى اي مجال من المجالات دي. بالاضافه كمان لو حضرتك يعني مش مثلا في تخصص انت درسته في الجامعه بتاعتك، تمام، او في تخصص انت درسته سابقا وعايز تدرس حاجه تانية، يعني تاخد تدريب في حاجه من التخصصات اللي موجوده هنا. مثلا انا درست تخصص خاص بهندسه وعايز اخد تدريب في علوم الحاسب، عايز اخد تدريب في علم الاحياء، متاح برضو ليك، تمام، على حسب ميولك انت عايز تبدا في ايه. ده بالنسبه للتخصصات. بالاوراق المطلوبه بقى، الاوراق المطلوبه بسيطه جدا، سيره ذاتيه، تمام، سي في بتاعك، اخر مؤهل دراسي حصلت عليه لو انت مخلص دراسه، او كشف الدرجات لاخر سنه دراسيه انت درستها. كمان خطاب النيه اللي هو بيرسونال ستيتمنت اللي عايز تنضم للمنحه دي وما الى ذلك، خطاب توصيه، وصوره شخصيه ليك فقط. هم دول الاوراق، مش مطلوب منك بقى لا صوره باسبور ولا اي اوراق تانية خالص. اخر ميعاد للتقديم في الفرصه دي هو 15 ابريل 2020، يعني نقول مثلا قدامك زي شهر مثلا، تمام، او اقل من شهر بكام يوم كده. ده بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم. ملاحظه انا هنا موضح لكم ان احنا كقناه منح من كل الالوان بنتيح فرصه التقديم لاي فرصه او منحه انت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي ونملى لك الابلكيشن بالكامل ونعمل لك خطابات النيه، ولكن ما بنعملش خطابات توصيه عشان بس يبقى الموضوع واضح. وممكن كمان السي في بنعمله، كل الاشياء الباقيه بنعملها ما عدا خطاب التوصيه، لانه خطاب شخصي بتاخده من استاذ جامعي عندك او شخص صاحب عمل، تمام. ده بالنسبه لخطاب التوصيه. فحضرتك ممكن تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديو ده، تمام. وانا هنا حاطط لكم لينك التقديم بتاع المنحه وهنا الاعلان الرسمي للمنحه. تعالى كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي، هتلاقي في كل التفاصيل بتاعه المنحه. تقدر حضرتك تخش على الاعلان ده تطلع على كل التفاصيل من حيث مده التدريب قد ايه، من حيث المؤهلات اللي بيطلبها التدريب، يعني كل التفاصيل هتلاقي هنا، ايه الماتيريالز اللي بيحتاجها وايه الاوراق اللي محتاجها بتاع التدريب ده، فتقدر تطلع على كل التفاصيل من هنا، تمام. طيب ده بالنسبه للتفاصيل، ونخش بقى دلوقتي على عمليه التقديم للفرصه. هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يطلع لك الابلكيشن بتاع التقديم. هيظهر لك الصفحه بالشكل ده، هتلاقي كده حاجتين عندك، حاجه اسمها لوجن وحاجه اسمها كرييت اكونت. لوجن دي بتضغط عليها لو انت اوريدي عملت اكونت، يعني لو انت ضغطت على دي اوريدي عملت اكونت. فاحنا دلوقتي كمستخدم جديد نعمل ايه؟ لو هو بيقول لك هنا فيرست تايم يوزرز، تروح تضغط على كلمه كرييت اكونت دي، تمام، وتفتحها عندك عشان تبدا تعمل اكونت جديد على موقع المنحه. فهنا بيقول لك تسجيل مستخدم جديد، تكتب الايميل بتاعك، تكتب الفيرست نيم واللاست نيم بتاعك والبيرث ديت، تاريخ ميلادك، كل البيانات دي بتكتبها، بعد كده بتعمل كونتينيو. لما بتعمل كونتينيو بتوصلك رساله على الايميل بتاعك الخاص اللي انت كتبته هنا، ايميلك بتوصلك عليه رساله، الرساله دي بيقول لك اعمل فيها باسورد جديد، تمام. يبقى انت بتستلم باسورد وبيقول لك اعمل باسورد من خلال الرساله اللي بتوصلك على الايميل بتاعك. بعد لما بتعمل كرييت باسورد ترجع بقى حضرتك تاني هنا شايف اللوجن دي وبتضغط عليه، تمام، بتضغط على اللوجن دي هنا عشان تروح بقى تسجل في الفرصه دي. فانا هنا هكتب البيانات بتاعتي، تمام، وبعد كده اضغط على كلمه لوجن عشان ادخل للابلكيشن بتاعي. طبعا هنا هيظهر لك اول حاجه ستارت نيو ابلكيشن، مش هيظهر لك الجزء ده لان انا اوريدي فتحت الابلكيشن سابقا ومليته، تمام، عشان اشرح لكم من عليه. فانت مش هتضغط على الجزء ده، هتروح تضغط على ستارت نيو ابلكيشن، بس انا عشان عامل ابلكيشن خلاص فاروح اضغط على الجزء ده اللي هو بيقول لي ان بروجرس واعمل اوبن ابلكيشن، تمام. ودي بقى الخانات بتاعتي في الابلكيشن، شايف كل الخانات اللي على جنب دي؟ الخانات دي انت هتملى كل السكشنز اللي موجوده دي وبعد كده تعمل سبميت للابلكيشن يبقى انت كده قدمت الفرصه. تعالى كده نتكلم واحده واحده على كل سكشن. اول حاجه السكشن الاول هو البيرسونال باك جراوند، بيتكلم عن تفاصيلك، يعني اسمك، عنوانك فين، قاعد في اي دوله، في اي مدينه، تليفونك، كل البيانات دي اللي هي البيانات الايه الرئيسيه بتاعتك، وبتكتبها هنا وبتعمل كونتينيو. بعد لما بتعمل كونتينيو المفروض تخش على السكشن اللي بعده، تمام، اللي هو ريسنت بوزيشن. بالنسبه لحالتك دلوقتي، انت متخرج بتدرس، اتخرجت من جامعه ايه او من مؤسسه ايه، فبتكتب هنا تفاصيل الدراسه بتاعتك، وهنا في الجزء ده بتعمل تحميل للترانسكريبت اللي هو كشف الدرجات او شهاده التخرج بتاعتك، تمام. وبعد كده بعد لما بتخلص الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو فوتو، اللي هو الصوره الشخصيه بتاعتك. هنا بيقول لك حط صوره شخصيه ليك يكون وجهك واضح فيها، تمام، زي صورة الباسبور كده، فبتحط الصورة هنا. بعد كده بتضغط على الجزء اللي بعده اللي هو السي في بتاعك.
وهنا في الجزء ده بيقول لك حط السي في بتاعك تمام، وبتعمل له داونلود وبتحطه هنا. بعد كده اديشنال انفورميشن معلومات اضافيه بالنسبه للجزء ده اللي هو اللي كنا اتكلمنا عليه، خطاب النيه ستيتمنت اوف انترست، يعني اهتمامك ليه، مهتم بالفرصه دي وعايز تقدم ليها. فممكن تعملها في شكل ورقي او ممكن تعملها في شكل مقال هنا وتكتبه هنا تمام كده. طيب بعد كده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو ريكومنديشن ليتر اللي هو بالنسبه لخطاب التوصيه. طبعا بتضيف هنا في الجزء ده بيقول لك اد ريكومندر تمام، فهنا بتحط بقى الريكومندر اللي انت عايزه، واللي هو شخص مثلا استاذ جامعي عندك او شخص صاحب عمل زي ما كنا شرحنا سابقا، وبتكتبهم بتحطهم هنا وبتوصله رساله، والرساله دي هو بيوصله زي ريكوست فيها كده من المنحه، وهو بيملا المطلوب من المنحه تمام. بعد كده بتخش على الجزء الاخير كونفيرميشن اللي هو بقى خلاص انت كده بتفنش الابلكيشن بتاعك تمام، اللي انت بتعمل كونفيرميشن لكل البيانات دي، خلاص كل البيانات اللي انت ملاتها سابقا انت بتاكد انها صحيحه. بعد كده بتدخل على جزء ريفيو اللي هو الجزء الاخير بقى خلاص اللي هو فيه مراجعه الابلكيشن بتاعك. طبعا انا هنا يعني عشان ما حطيتش بيانات فما بيظهرليش اي حاجه، فبتخش بقى على الجزء ده وده اللي انت بتراجع فيه كل الحاجات اللي انت كتبتها هنا، بيظهر لك كل حاجه انت كتبتها. بعد كده بيظهر لك لما بيكون كل ده مكتمل بيظهر لك كلمه سبميت وبتضغط عليها، وبكده يبقى انت قدمت للفرصه. الفرصه سهله طبعا فيها خطابات النيه وما الى ذلك، فلازم تركز في الحاجات دي لانها مهمه جدا. وزي ما كنا قلنا تقدر تقدم بنفسك في الفرصه دي باتباع شرح الفيديو، او ممكن تقدم من خلالنا قناه منح من كل الالوان، بنوفر لك من الابلكيشن خطابات النيه بس ما عدا خطابات توصيه مش بنوفر تمام كده. كده كل شيء واضح، فرصه ممتازه جدا. هتاخد $22 يوميا ما يعادل $660 شهريا، السكن موجود، تذاكر الطيران موجوده، التاشيره بتشملها، تامين طبي، كل الاشياء موجوده في الفرصه دي. طبعا اخر ميعاد زي ما قلنا 15 ابريل، فياريت انكم لو مهتمين بالفرصه دي تقدموا لها. وفي النهايه اتمنى لكم التوفيق والقبول في الفرصه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.